حياكم الله. استضافت الرياض قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا آسيان، إذ رحب القادة بانضمام الدول الخليجية إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة آسيان. وخلال القمة تبادل القادة وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما بحثوا سبل الارتقاء وتنمية الشراكة للاستفادة من فرص النمو المتوافرة من خلال التعاون بين المنطقتين الديناميكيتين وفقا للرؤى المشتركة لمستقبل هذه الشراكة والقيم التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة. وخلال أعمال هذه القمة أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن قمة الرياض تأتي تكريسا لعلاقات الصداقة بين دول مجلس التعاون والدول رابطة آسيان، وتهدف إلى تنمية الشراكة بما يحقق مصالح الشعوب ويعزز من فرص النماء ويرسخ الأمن والاستقرار. متابع مقال. تأتي خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة آسيان لمدة عام 2024-2028 رسم خارطة طريق واضحة لما نسعى إليه من تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يخدم مصالحنا جميعاً. إن دولنا ستستمر في كونها مصدر آمناً موثوقاً للطاقة من مختلف مصادرها، وفي الحفاظ على أسعار استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتسعى بخطوات متسارعة لتحقيق متطلبات الاستدامة لتطوير تقنيات طاقة نظيفة منخفضة الكربون وسلاسل إمداد البتروكيماويات، متطلعين لتحقيق أقصى استفادة مشتركة من الموارد اللوجستية والبنى التحتية وتعزيز التعاون في مجالات السياحية والأنشطة الثقافية والتواصل بين شعوبنا وإقامة شراكات متنوعة بين قطاع الأعمال في دولنا بما يحقق مستهدفات الرؤى الطموحة لمستقبل أفضل يسوده الازدهار والنماء والتقدم. وباختتام أعمال قمة الرياض أصدرت دول الخليج ورابطة آسيان بيانا ختاميا أكدت فيه على ضرورة إجراء المشاورات والتعاون في المجالات المحددة ذات الاهتمام المشترك، والترحيب بإطار التعاون بين مجلس التعاون ورابطة آسيان للفترة من 2024 إلى 2028. كما رحب المشاركون في قمة الرياض بترشح المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 واستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض. كما أيدت قمة الرياض إنشاء أمانة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتخصيص 2.5 مليار دولار لدعمها. كما نوه البيان إلى أهمية دعم التواصل الدبلوماسي بتعزيز الأنشطة التدريبية للدبلوماسيين في المنطقتين. هذا وأعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزيرة خارجية إندونيسيا، أعلن اعتماد إقامة قمة على مستوى قادة الدول بين دول مجموعة التعاون ورابطة آسيان كل عامين بالتناوب، وذلك لضمان تعزيز التعاون المشترك. نتابع هذا الإعلان. نطمح إن شاء الله أن تكون هذه القمة تعزيزا لهذا التعاون والتنسيق والعمل الاقتصادي والتنموي ودعم إرساء أسس العمل التعددي المشترك وكذلك تنمية الشأن الاقتصادي بين البلدين بين المجموعتين. الحقيقة مجموعتين مهمة، ونتطلع أيضا إلى مزيد من هذا التعاون، ومن ضمن ما اعتمدناه اليوم أن تكون القمة بالتناوب بين المجموعتين كل سنتين لضمان تعزيز هذا التعاون البيني. هذا وأكدت وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي أن قمة اليوم تكتب تاريخا جديدا لعلاقات أوثق بين دول الآسيان ومجلس التعاون الخليجي. نحن نكتب تاريخا جديدا، تاريخا لعلاقات أوثق وأقرب بين منطقتين هامتين بين آسيان ودول مجموعة مجلس التعاون الخليجي. اليوم نبني جسرا قويا يربط بين منطقتينا ونطور تعاونا يدر الفوائد على شعوبنا. اسمحوا لي أن أضيف إلى ما ذكره سمو الأمير فيصل. أولا من ناحية الاقتصاد، فإن آسيان ودول مجلس التعاون الاقتصادي هما قوتان ومركزان قويتان للاقتصاد بمستقبل واعد. أكثر من 5 تريليونات دولار هو ناتجنا المحلي، وسكاننا يتجاوزون 700 مليون نسمة وغالبيتهم من الشباب ومنتجين. إن نمونا الاقتصادي السنة الماضية تجاوز المتوسط العالمي وكانت نسبته 7.5% لمجلس التعاون الخليجي و 5.3% للدول الآسيان. بحضور جميع زعماء دول آسيان عقدت قمة الرياض التاريخية والأولى من نوعها بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا. المملكة وبخطوات متناسقة تؤسس لمرحلة جديدة وعلاقات أوثق
بين منطقتين مهمتين في قارة آسيا وتبني جسرا قويا يربط الجانبين بما يسهم في تعزيز التعاون ويخدم المصالح المشتركة السياسية والاقتصادية والثقافية. وتوجت قمة الرياض بين مجلس التعاون ودول الآسيان بإطلاق خطة عمل مشتركة للمرحلة من 2024 إلى 2028، إذ تحدد التدابير وأنشطة التعاون التي ستنفذ بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. تأتي خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان لمدة عام 2024-2028 رسم خارطة طريق واضحة لما نسعى إليه من تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يخدم مصالحنا جميعا. المجلس الخليجي وفي ظل التحديات التي تشهدها المنطقة بات يتحرك كمنظومة فاعلة وكتلة مؤثرة في السياسات والمواقف المشتركة من قضايا المنطقة والعالم، حيث تقود الرياض الجهود الخليجية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار بالاحترام المتبادل والتعاون بين الدول والتكتلات الإقليمية لتحقيق التنمية وتفعيل لغة الحوار البناء والحفاظ على النظام الدولي القائم على الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة بما في ذلك حسن الجوار واحترام الاستقلال والسيادة ووحدة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتسوية الخلافات أو النزاعات بالطرق السلمية. وانضم لنا الآن عبر خدمة زوم الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون الخليجي دكتور عبد العزيز العويشق. أهلا بك دكتور. تشابه كبير جدا بين دول الآسيان ودول الخليج العربي. لنبدأ من مبادئ رابطة الآسيان، الاحترام المتبادل للاستقلال والسيادة، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الرابطة، حل الخلافات والنزاعات بطرق سلمية، التخلي عن التهديد واستعمال القوة العسكرية، والتعاون بين دول الرابطة في مختلف الميادين. مدى تشابهها مع مبادئ مجلس التعاون الخليجي برأيك؟ متشابهة تماما، وهذا اللي أكد عليه البيان المشترك في بدايتها، أن المجموعتين لديهم جميع الالتزام بالمبادئ اللي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة في العلاقات بين الدول، وهي العناصر اللي تفضلت فيها: احترام الاستقلال السياسي والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة. هذه مهم التأكيد على هذه المبادئ مع أنها كانت بديهية، لكن في ظل التوترات الحالية سواء في الخليج أو في جنوب شرق آسيا أصبح التأكيد عليها مهما. فهذا أحد العوامل في الحقيقة اللي دفعت المنظومتين إلى رفع مستوى الشراكة بينهما. في عام 2009 بدأ مجلس التعاون ورابطة الآسيان في حوار استراتيجي بدأناه في البحرين، وكان التركيز في وقتها على العلاقات الاقتصادية بشكل رئيسي. خلال الفترة الماضية رؤي أن رفع مستوى العلاقة إلى شراكة استراتيجية بدعوة قيادات الدول العشر في آسيان والدول الست في مجلس التعاون، دعوتهم إلى هذه القمة لهي أول قمة تعقد بين الجانبين. المبادرة جاءت من المملكة العربية السعودية ضمن توجه للمملكة في عقد مثل هذه الشراكات في شهر 7 في شهر يوليو. مثل ما تتذكر كان هناك قمة مع دول آسيا الوسطى عقدت في جدة، والهدف نفسه والثلاثة أهداف رئيسية. الهدف الأول هو التعاون في المجال السياسي، بمعنى أن في ظل الاستقطاب الدولي والمنافسة بين العناصر الرئيسية بين أمريكا وأوروبا من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، أصبح لزاما على الدول المتوسطة والصغيرة أن أيضا تهتم بتعزيز علاقاتها وأن تؤكد على حيادها بين هذه القوى ورعاية مصالحها. يقال مثل ما تعرفون أن حتى ما ندخل في طاولة صنع القرار الدولي يجب أن ندخل كشركاء، لأن إن لم ندخل كشركاء قرر الآخرون مصيرنا بأنفسهم. ولهذا تجد في البيان التأكيد على هذه المبادئ اللي ذكرتها طال عمرك، بالإضافة إلى حرص الجانبين على النظام الاقتصادي الدولي الذي توفره منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بحيث يكون المعاملة متساوية بين الدول النامية والدول
الصناعية، وهذا لا يتم إلا إذا تحالفت هذه القوى. عندما يتحالف مجلس التعاون مع رابطة دول شرق آسيا، جنوب شرق آسيا، مثل ما تفضل سمو ولي العهد وأكد عليه بقية القادة، نتكلم عن تكتل اقتصادي ضخم جدا يأتي مباشرة بعد الولايات المتحدة والصين، حجم حوالي 7 تريليونات دولار، وهذا بلا شك يعطيها وزن. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك فرص كثيرة توفرها الاقتصادات النامية التي تنمو بسرعة، سواء في مجلس التعاون أو في دول شرق جنوب شرق آسيا. معدلات النمو في الكتلتين أسرع من المعدل العالمي. سنأتي على الجوانب الاقتصادية، لكن في البيان الختامي للقمة تأكيد على تضافر الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول والتكتلات الإقليمية لتحقيق التنمية والتقدم. إلى أي مدى، هذا السؤال، إلى أي مدى دكتور تبدو التكتلات الإقليمية يعني لحفظ السلام والأمن أكثر جدوى من التكتلات العالمية التي تضم كل دول العالم أو جلها بالمناسبة؟ هذا صحيح. يعني متى يكون النظام العالمي ناجحا؟ عندما يكون في انسجام بين القوى الكبرى. في الوقت الحاضر مثل ما تعرف نرى هناك شلل في منظمات الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي. لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اتخاذ أي قرار فعال، سواء في موضوع أوكرانيا أو الآن كما نشاهد في موضوع الحرب على غزة. فعندما يكون في استقطاب بين الدول، وهذا رأيناه في الدول الكبرى، وهذا رأيناه في وقت الحرب الباردة، يصبح هناك شلل في النظام العالمي الذي يضم جميع الدول، فتكون التنظيمات الإقليمية والتكتلات بين هذه التنظيمات تكون أكثر جدوى. أشرت مرارا إلى موضوع الاستقطاب بين الدول. الآسيا نشأت إن لم نقل بدعم أمريكي، يعني برضا أمريكي لمحاربة المد الشيوعي، لكنها استطاعت الخروج من العباءة الأمريكية والموازنة بين علاقاتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا من جهة، وأيضا الصين. كيف تسهم التكتلات الإقليمية دكتور في حماية الأعضاء من الهيمنة الدولية وتحقيق السلام فيما بينها، على سبيل المثال دول الخليج؟ نعم، هذا هو الحقيقة أحد الأهداف الرئيسية، سواء لمجلس التعاون أو لآسيان. يعني ذكرت تأسيس رابطة الآسيان في عام 67 كان فعلا بمبادرة أمريكية، كان وقتها أثناء بدايات حرب فيتنام، فكانت تسعى الولايات المتحدة إلى حماية هذه الدول من المد الشيوعي. هذا الآن انتهى، والآسيان عندها علاقات متساوية مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة ومع الدول الأخرى. الصين عندهم علاقات قوية معها. يعني من المفارقات أن 3 دول من أعضاء من الدول الآسيان هي دول شيوعية، يعني اللي هي فيتنام وكمبوديا ولاوس. هناك انسجام داخل الآسيان بين هذه النظم المختلفة، فيها ملكيات مثل ماليزيا وبروناي وتايلاند، وفيها جمهوريات مثل إندونيسيا، وفيها أيضا نظم رأسمالية ونظم شيوعية، في بعضها يعني قريب جدا من المعسكر الغربي مثل سنغافورة والفلبين وتايلاند، فيها دول أكثر حيادا، لكن جميعا تحرص على أن تتخذ مواقف سياسية متقاربة، وتؤكد على ما ذكرناه من قبل، المبادئ اللي موجودة في ميثاق الأمم المتحدة، وهي أيضا موجودة في ميثاق رابطة الآسيان. خلال الفترة الماضية من عام 2009 إلى الآن، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي، دول المجلس جميعا وقعت اتفاقيات مع رابطة الآسيان لتعزيز العلاقات معها ثنائيا. فالآن ربط العلاقات جماعيا بمعنى بين المجموعتين يصب في نفس الاتجاه. طيب أرجو أن تبقى معي دكتور عبد العزيز العويشك، سأواصل معك بعد قليل. مواجهة التحديات واستكشاف مجالات التعاون هي بنود عدة شدد عليها بيان دول مجلس التعاون الخليجي مع دول رابطة آسيا. نتابع مشاهدينا أبرزها في سياق هذا العرض التالي.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا، نواصل بالطبع في هنا الرياض. أعود إليك دكتور عبد العزيز العواشق. يعني في عام 1976 مثل ما قلت كان هناك اقتراح لتأسيس مجلس دفاع مشترك للآسيان، عندما أدركت بأنه لن تستطيع مواجهة كل هذه التحديات بشكل منفرد. الوقت يعني الأمر أخذ وقتا كبيرا حتى العام 2030، لكن إلى ألا يشبه قوات درع الجزيرة أو الدفاع المشترك الخليجي بشكل كبير أيضا؟ الواقع على الرغم من أن رابطة الآسيان هي أقدم من مجلس التعاون بحوالي 14 سنة، لكن خطوات التكامل فيها أقل بكثير. يعني فمن ناحية التعاون العسكري في مجلس التعاون، تعرف بدأنا من عام 81 إلى وعندنا الآن قيادة عسكرية موحدة، درع الجزيرة واحد منها للقوات البرية، هناك أيضا مركز لتنسيق العمليات البحرية في البحرين وجهاز للتنسيق بين القوات الجوية. وصلنا إلى مرحلة متقدمة وفي هذا المجال أكثر بكثير من رابطة الآسيان. أيضا في المجال الاقتصادي مجلس التعاون وصل إلى مرحلة الاتحاد الجمركي، وهذه لم يصل إليها حتى الآن رابطة الآسيان. أحد الأسباب هناك تجانس كبير جدا بين دول المجلس، بينما دول رابطة الآسيان يتكلمون لغات مختلفة وأديان وثقافات مختلفة، والأهم من هذا أيضا يوجد بينها خلافات سياسية. وهنا الحقيقة الإنجاز اللي إذا استطعت أن أقول هذا، إن من خلال الحوار مع رابطة الآسيان خلال السنوات الماضية استطعنا إقناعهم بالعمل في المجال السياسي والأمني. فيمكن اطلعت في البيان على أن اتفق الجانبان على التعاون في مجال الأمن البحري ومكافحة الجريمة والاتيار بالبشر والجريمة المنظمة، جميع جوانب الأمنية. وهذا كان الجانب الآسيان متردد فيه كثيرا بسبب الخلافات الموجودة داخل الآسيان. لديهم يعني أجهزة فيما يتعلق بالأمن الداخلي وشرطة الآسيان، لكن مستوى التنسيق أقل. فهم يقولون لنا بأن التنسيق فيما بينهم زاد بسبب الحاجة إلى الحوار مع شركاء مثل مجلس التعاون. فالحوار الحقيقة المفاوضات على البيان اللي شاهدتوه أخذ منا أسابيع في الواقع والعديد من الاجتماعات، ولم يتم الاتفاق عليه إلا في ساعات متأخرة من الليلة البارحة يعني. بسبب الخلافات اللي موجودة داخل رابطة الآسيان، وأنه هم متعودين أكثر على العمل الاقتصادي وأقل على العمل الحوار السياسي والتنسيق السياسي. لكن أعتقد الظروف الحالية اللي حدثت عنها في بداية البرنامج هي التحديات في الاستقطاب الدولي، أدى برابطة الآسيان أن تقبل وللمرة الأولى خلال حوارها مع مجلس التعاون بأن يكون الحوار السياسي والحوار الأمني والتعاون الأمني والتعاون السياسي يكون جزء أساسي من هذه الشراكة. طيب، وأرجو أن تبقى معي مجددا، سأعود إليك لمناقشة بعض التفاصيل أيضا وخاصة الشق السياسي في هذا البيان دكتور عبد العزيز. سنواصل بعد قليل. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن حصلت على التزام مصري إسرائيلي بفتح معبر رفح، وأضاف أنه يعتقد أن شاحنات المساعدات ستصل إلى القطاع خلال 24 إلى 48 ساعة. يأتي ذلك في الوقت الذي جددت فيه الجهات الدولية دعوتها إلى إيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها في غزة، لا سيما الماء والغذاء والدواء. كما شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأسرع وقت وعلى نطاق واسع. وطالب غوتيريش في مؤتمر صحفي أمام معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة، طالب بضرورة أن يتم ذلك في إطار جهد مستدام وليس السماح بدخول قافلة واحدة فقط، ولكن لضمان عبور قوافل المساعدات بعدد كبير من الشاحنات كل يوم إلى قطاع غزة لتوفير الدعم الكافي لسكانه. كما دعا إلى الوقف الإنساني لإطلاق النار.
ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة بنهاية اليوم الرابع عشر على التوالي إلى 4150 قتيلا. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن نحو 1400 فلسطيني ما زالوا تحت الأنقاض، بينهم 720 طفلا، وأن 46 شخصا من الأطقم الطبية استشهدوا خلال العدوان، مضيفة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 37 مجزرة في الساعات الـ24 الماضية. قال البيت الأبيض إن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت نحو 106 مليارات دولار تمويلا إضافيا لأوكرانيا وإسرائيل ولحماية الحدود الأمريكية من الكونغرس. وأضاف بيان البيت الأبيض أن طلب التمويل يهدف إلى تعزيز دفاعات إسرائيل ضد الهجمات الإرهابية وفقا لوصفه. كما أشار البيان إلى أن إدارة الرئيس بايدن وجهت لاتخاذ إجراءات سريعة لضمان حصول إسرائيل على كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها. للنقاش حول آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي تنضم إلينا مراسلة الإخبارية من رام الله نعمة عدوية. نعمة، موضوع غزة كان حاضرا وبشكل كبير في البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون مع دول رابطة دول الآسيان، وبالتالي المساعدات الإنسانية ودخولها، هل نتوقع أن يفتح المعبر خلال 24 ساعة أم ماذا بالضبط؟ نعم، يعني منذ أيام وعد بايدن بدخول المساعدات الأمريكية والدولية إلى قطاع غزة، ولكن حتى هذه اللحظات لم تصل أي مساعدات إلى معبر رفح. كان الشرط أن تدخل هذه المساعدات من قطاع تحديدا من رفح. في صباح هذا اليوم كان هناك أعمال في عند المعبر، ولكن نتوقع خلال الساعات القادمة إذا صدقت بالوعد الولايات المتحدة الأمريكية أن يتم دخول المساعدات الإنسانية، بسبب أن الأوضاع جدا صعبة في القطاع. يعني القطاع حتى هذه اللحظات بدون كهرباء أو ماء أو وقود. هناك تحذير نهائي من المشافي في قطاع غزة بأن بأي لحظة ممكن أن ينفذ هذا الوقود، وأيضا هذا ينذر بكارثة إنسانية جديدة. قبل قليل كان هناك نداء إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني بعد تهديد إسرائيلي وتحذير إسرائيلي بإخلاء مشفى القدس. هذا المشفى الذي يحوي على أكثر من 40 مريضا و12 نازحا فلسطينيا من قطاع غزة احتموا بهذا المشفى. إذا قصفت إسرائيل بالفعل هذا المشفى، وهذا يعني أن الكارثة الإنسانية التي حدثت في مشفى المعمداني ستعيد نفسها مرة أخرى في هذا المشفى. أيضا رأينا ضرب وقصف كنيسة والتي راح ضحاياها 18 قتيلا فلسطينيا في قطاع غزة. قبل قليل كان هناك إطلاق سراح لأجنبية وابنتها، كانوا قادمين من شيكاغو إلى إسرائيل وتحديدا إلى نحال عوز ليحتفلوا بعيد ميلاد الجدة كما أشارت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية. تم إطلاق سراح بوساطة قطرية، قالوا بأن هذا لدواعي إنسانية. الأوضاع كما تحدثت في البداية هي أوضاع إنسانية صعبة جدا في هذه اللحظات. يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، أيضا هناك العديد من الصواريخ التي انطلقت من القطاع قبل دقائق باتجاه عسقلان أسدود وأيضا مستوطنات غلاف غزة. الاشتباكات مستمرة منذ أيضا ساعات على الجبهة الشمالية لإسرائيل. شكرا جزيلا لك نعمة عدوية مراسلة الإخبارية، كنت معنا من رام الله. وباختتام أعمال قمة الرياض، أصدرت دول الخليج ورابطة الآسيان بيانا ختاميا أعربت فيه عن قلقها حيال تطورات الأوضاع في المنطقة، مؤكدة إدانتها جميع الهجمات ضد المدنيين ومطالبتها بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات دون عوائق. كما دعت قمة الرياض جميع أطراف النزاع لحماية المدنيين وعدم استهدافهم والوصول إلى حل سلمي للصراع، مؤكدة دعمها مبادرة المملكة والجامعة العربية لإحياء عملية السلام. كما دعت قمة الرياض للإفراج الفوري عن الرهائن والمعتقلين المدنيين لا سيما النساء والأطفال.
عن أحداث غزة، أكد ولي العهد رفض المملكة القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة، مشددا على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية. نتابع مقاله. علمنا في الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء، وفي هذا الصدد نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة، وأهمية التزام القانون الدولي الإنساني وضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 67 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الإندونيسية، أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن الأوضاع في غزة بحاجة إلى وقف لإطلاق النار بما يسهم بوصول المساعدات الإنسانية وينهي دوامة العنف. دعونا نتابع مقاله. أؤكد على ما قد قيل وأننا بحاجة إلى وقف إطلاق النار وأننا بحاجة إلى إمكانية وصول المساعدات الإنسانية وإنهاء دوامة العنف هذه والوصول إلى حل دائم لهذا النزاع، ولقد كان ذلك في بيان مشترك الذي تمنيناه، وأعتقد أن الأمر مهم جدا وإيجابي، وأعتقد أن هذا موقف قوي جدا من قبلنا، وإذا عملنا سوية نحن لسنا فقط سنصل إلى مسارات عادلة للسلام، ولكن أيضا يمكن أيضا أن نكون قدوة للعالم لما يهم مصالح الجميع. عودة مجددا إلى ضيف الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز الواشق. أحييك مجددا دكتور. يعني الأحداث التي ذكرتها قبل قليل عن البيان الختامي والتوافق عليه وحضور الشأن السياسي، ما أهمية أن يكون الموضوع أو غزة حاضرة في هذا البيان الختامي برأيك؟ أيوة، أعتقد أن صدور بيان مشترك عن غزة يحتوي على جميع العناصر المهمة، هو في الواقع الدليل أولا على نضج العلاقة بين رابطة الأزيان ومجلس التعاون، لكن لم يكن التوصل إلى هذا البيان أمرا سهلا لعدة أسباب. أولا، بعض دول الأزيان مثل سنغافورة تحتفظ بعلاقات قوية جدا مع إسرائيل ولا تريد أن تشارك في بيان قد يكون ينتقد الأوضاع في غزة. النقطة الثانية، عدد من دول الأزيان الفلبين وتايلند لديهم رهائن يعتقد أن عددهم قد يصل إلى 40 موجودين من ضمن الرهائن أو ضمن من تم اعتقالهم من قبل المجموعات الفلسطينية، ولا يريدون أن يكون هناك أي شيء يضر بهؤلاء الرهائن. لكن في نهاية المطاف أعتقد وبالحقيقة جهد كبير جداً من جانب دول مجلس التعاون، بل أيضا من جانب دول مثل إندونيسيا التي تتولى رئاسة الآزيان وماليزيا اللي هي تتولى دور المنسق، بجهود كبيرة تم التوصل الليلة الماضية بعد جهد الحقيقة كبير إلى هذا البيان. البيان يحتوي مثل ما رأيته على 5 عناصر رئيسية وبيان قوي في الحقيقة. أولا، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وهذا كان موضوع تردد. أيضا كان يشتمل على إصرار على إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب المدنيين في غزة، وكذلك إعادة الكهرباء والماء والوقود وغيرها. والعنصر الآخر هو حماية المدنيين، وهناك إشارة إلى اتفاقيات جنيف التي تحكم تصرفات إسرائيل في الأراضي المحتلة. الجزء الآخر
يشتمل على نظرة الجانبين إلى الحل على المدى البعيد، أنه يحتاج الجانبان إلى التوصل إلى اتفاق يقوم على أساس الدولتين وعلى حدود 1967 وعلى قرارات الأمم المتحدة. العنصر الأخير هو دعم دول الآسيان إلى مبادرة المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والأردن ومصر لإحياء عملية السلام، للتوصل إلى حل أيضا يقوم على حل الدولتين ومبادرة السلام العربية. صدور هذا البيان بهذه القوة هو يمكن أول نتائج أو أول ثمار هذا التحول الاستراتيجي في علاقة الجانبين من علاقة اقتصادية فقط إلى علاقة استراتيجية. وهذا ربما نجاح لدول مجلس التعاون الخليجي في دفع القضية الفلسطينية للأمام، يعني تجربة ملهمة ربما تقدمها لنا دول الآسيان التي قلت أنه برغم التباينات الاقتصادية فيما بينها والسياسية والاجتماعية وانقسامات عرقية ودينية بين الآسيان، لأنها استطاعت أن ترسم طريقا نحو المزيد من التعاون في كل المجالات وبما فيها نوعا ما السياسي أو الدبلوماسي والدفاعي. لكن إلى أي مدى تعتقد بأنه قد تقدم تجربة ملهمة لباقي الدول العربية من خارج مجلس التعاون التي يمكن أن تتوافق والمشتركات بينها كبيرة جدا؟ صحيح، أنا أعتقد الآسيان نجح، وكذلك هذه الشراكة بين الآسيان ومجلس التعاون نجحت بالتركيز على العناصر المشتركة والمصالح المشتركة وليس على النقاط الخلاف. يعني أحياناً يكون التركيز على نقاط الخلاف يؤدي في الواقع إلى عدم التعاون، لكن في نحن ندرك ومجلس التعاون يدرك بأن هناك نقاط كثيرة نختلف فيها مع دول الآسيان. أعطيك مثال، يعني مثال في الواقع هي أزمة في داخل الآسيان، عضوية ميانمار في المنظمة وما تقوم به من أعمال إبادة مثل ما حكمت محكمة العدل الدولية باتجاه الأقلية المسلمة هناك. فتم تجميد، وهذا الحقيقة قرار حكيم من قبل الآسيان، تم تجميد عضوية ميانمار في المنظمة، ولهذا لم تدعى إلى قمة الرياض. وبالمقابل هناك دولة التيمور الشرقية هي دولة ما زالت مراقب، لكن رغبة من الآسيان بتقريبها إلى العضوية طلبوا من المملكة العربية السعودية دعوتها، فتم دعوتها، فكان هناك 10 دول. فالاختلافات بين هذه الدول كبيرة جدا، ثقافيا ولغويا مثل ما تفضلت، ودينيا وسياسيا، نظم رأسمالية، نظم شيوعية، لكن التركيز على النقاط التي نتفق عليها داخل رابطة الآسيان. وكذلك في نقاشنا مع الآسيان، أنا عاصرت المفاوضات مع الآسيان من عام 2009 إلى الآن، وأتذكر كيف في عام 2009 ما كان هناك في الواقع شيء يجمع بين الرابطتين إلا بحدود ضيقة جدا. اليوم مثل ما أشار سمو ولي العهد في كلمته، حجم التجارة بين رابطة الآسيان ودول مجلس التعاون يصل إلى 130 مليار دولار، تشكل حوالي 9% من حجم تجارة دول مجلس التعاون. دول رابطة الآسيان هي سوق ضخم للمنتجات البترولية والبتروكيماوية والألمنيوم الخليجي، وكذلك نستورد منهم الشيء الكثير. في دول في رابطة الآسيان فيها الحقيقة إمكانيات ضخمة جدا لم تستغل، مثل كمبوديا ولاوس، ما زالت في المراحل الأولى للتنمية، وهذا هو يوفر مجالات مناسبة، وكذلك إندونيسيا. شكرا جزيلا لك الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون الخليجي دكتور عبد العزيز العويشك.